ضمن واجبها في تقديم خدمة الدعم اللازم لألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية ومشروعها الوطني في تأمين الحدود العراقية السورية، مديرية الهندسة العسكرية تؤهل وتهيئ معسكر سنجار الحدودي لتدريب كتائب أيزيد خان، لما له من أهمية كبيرة في تدريب وتهيئة المقاتلين الأيزيديين لمسك الحدود المتأخمة مع سوريا. جاء ذلك في تصريح صحفي خاص للشيخ مراد كالو مستشار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي. هذا الساتر يقوم بتنفيذ الهندسة العسكرية العائدة إلى هيئة الحشد الشعبي مشكورا، وأعتقد طول هذا الساتر أو مسافة الإجمالية تبلغ أكثر من 20 كيلومتر، وارتفاع أكثر من مترين، زائدا خندق شقي أكثر من 1.5 متر عرض ومتر ومترين عمق. شنو فائدة بالنسبة لكم؟ نعم، هذه طبعا فوائد عدة. الفائدة الأساسية هي لحماية المعسكر والناس المجاهدين الموجودين المدربين فيه من التعرضات الخارجية مثل السيارات المفخخة، الناس المفخخين، إضافة إلى أنها تعتبر فد سياج يعني احنا منطقة عسكرية حتى تكون غير مبينة للنظر للأسلحة والتدريبات اللي يحدث داخل المعسكر. شكر تقديرنا لمديرية الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي، بذلت جهود لإعادة وأحياء هذا المعسكر، ومشكورين جهودهم لدعمنا ودعم الحشد الشعبي ودعم كتائب أيزيد خان لأحياء هذا المعسكر لتخريج أبطال مجاهدين حقيقيين من أبناء أيزيد خان. هذا المعسكر هو راح يخرج أبطال ومجاهدين حقيقيين وحماة وطن وحماة سنجار بكامله من شماله إلى جنوبه، المنطقة غربي اللعفر إلى حدود سوريا. هذا المعسكر راح يخرج مقاتلين أبطال مجاهدين لحماية هذه المنطقة بكاملهم.